أحبتي في الله، نحتاج إلى الحديث عن الثبات، فإن المرء إذا كان ثابتاً في طريقه كان ذلك أقرب إلى تحقيق هدفه، وعكس حالة الثبات هي حالة الضجر والجزع والجبن والكسل واليأس التي تفضي إلى تقلب القلوب والأبصار والأحوال، فالمتقلب لا يصل إلى مراده ولا يحقق أمانيه، ثم يثمر هذا الثبات يثمر عطاء لا ينقطع وحماسة لا تفتر. ترى صاحب الثبات تراه فتى متحمسا، فشابا متوقدا، فكهلا متحفزا، فشيخا يسارع في الخيرات وفي بذل المعروف في كل مراحل عمره، عطاء لا ينقطع ومعين لا ينضب. ترى صاحب الثبات فقيرا معدما، ولكنه يرحم أمثاله من المساكين، ويبذل من وقته وجهده الكثير الكثير من أجل إخوانه وأترابه، فإذا اغتنى رأيته أكثر شفقة وبرا وإحسانا، ألم يطغه الغنى، لقد كان ثابتا. تراه مغمورا ولكنه ذو نفس مطمئنة، يوقر الكبير ويحترم النظير. تراه كذلك متواضعا للصغير، فإذا صار مشهورا يشار إليه بالأصابع، زاد تواضعا واطمئنانا وإخباتا للحق والخلق، فلم يبهره بريق الجاه ولم يؤثر فيه وهج المنصب، لقد كان ثابتا. وكم ترى من أصحاب الثبات فتاة صالحة قانتة حريصة على كل باب معروف، لعلها أن تتزوج برجل مقصر أو حتى فاسق، فلا يثنيها ذلك عن صلاحها واستقامتها، لقد كانت ثابتة على مبدئها. تراهم في كل حال، في كل زمان، في كل مكان، في الصغر، في الكبر، في السراء، في الضراء، في الفقر والغنى، في السر والعلن، تراهم ثابتين على الحق لا يميلون عنه شعرة. فالثبات يعني استمرار العطاء وتدفق البذل وبلوغ الأهداف وتحقيق الأماني، هذا لا يتحصل بالكسل والقعود والجبن واليأس والخور. إن الثبات تراكم هائل من تهذيب النفس ورياضتها على معالي الأمور وأعاليها، وهذا لا يكون إلا بهمة عالية، فكانت همم وقمم. إن الثبات على الأمر يدل على وجود نفس كبيرة استطاع صاحبها أن يصل إلى رضا رب العالمين. إن الثبات يدل على صبر ومصابرة وجهد ومثابرة، ترك المرء لأجل هدفه للذات وهجر شهوات، على أساس ثبات القلب يكون ارتفاع الإنسان وانخفاضه. خذوا هذا من قول الهادي البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: ما من قلبين إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء زاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال وهو تتمة هذا الحديث: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ويقول الآخر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ويقول الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الوقفة الثانية فيما الثبات. الثبات ثبات أمام الشبهات التي تعرض للمرء، فينسى لأجل هذه الشبهات، ينسى الثوابت والمسلمات والقواطع والمحكمات. اثنين ثبات أمام الشهوات، يثبت أمام الشهوة هل يطيع الله لأجلها أم يعصيه، الجاه، المال، شهوة الفرج، شهوة الفم، شهوة الولد، شهوة الزوج والزوجة، حب الدعة والراحة. ثلاثة فيما يكون الثبات، ثبات أمام الأذى النفسي والجسدي في سبيل الله عز وجل، قتلاً وسجناً وتهجيراً وسخرية وأذية، وأذية أيضاً بالأقارب والأحباب، وذهاب الأموال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذاً كثيراً. الثبات يكون في هذه المجالات. الوقفة التالية قمم في الثبات. الأنبياء أنبياء الله عز وجل ورسله هم جبال الثبات وأعلام الهمة، لذلك كانت قصصهم في القرآن من أسباب تثبيت قلب الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا نوح عليه السلام ثبت وصبر المدة الطويلة، دعا قومه 950 سنة، بقي ثابتاً جبلاً أشماً عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما رده عن ذلك يأس ولا قنوط ولا حزن ولا جبن ولا خور. ثباته عند صنع السفينة
حين كان يصنعها في برية بعيدة عن الماء، فكان قومه يمرون عليه وهو يصنعها فيقولون له مستهزئين: يا نوح كنت نبيا ثم أصبحت نجارا. ولكنه ثبت لذلك ثبوت الجبال الرواسي، فقال لهم فيما قص الله عز وجل عنه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قمة أخرى هي إبراهيم عليه السلام، ثبت عند تكسيره للأصنام حين دعا إلى توحيد الله عز وجل وطاعته والإسلام له، فكان بعد أن دعا لم يجد وسيلة من الوسائل أنجع ولا أوضح لإيضاح مقام هذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل إلا أن يحطمها ثم ينظرون إليها وهي محطمة هزيمة. ثبت لأمر الله وثبت لأذية قومه. مرة أخرى ثبت عليه السلام عند النار، ساومه قومه على دعوته وعلى دين الله عز وجل، فكان عرضوه أن يرجع عن مقالته وأن يلقى في النار، فرفض أن يرجع عن مقالته ثباتا ووقوفا عند أمر الله عز وجل، فما كان منهم إلا أن ألقوه فما عكم وما تردد وما رجع عليه الصلاة والسلام، وما زاد على أن قال: حسبنا الله وهو نعم الوكيل، قالها وهو بين السماء والأرض. فأوحى الله إلى النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثباته مع فلذة كبده حين أمره الله عز وجل بذبح ولده، هذا الولد الذي رزقه الله عز وجل إياه على ضعف وشيبة وكبر بعد سنين متطاولة من العقم المقدر من الحكيم الخبير. فلما بلغ هذا الغلام من والده مبلغ العون والمؤانسة أمره الله عز وجل بذبحه كما تذبح الخراف. يا لعظم الأمر، يا لهول الخطب، ولكن الولد والوالد استسلما لأمر الله بطواعية عظيمة وسرعة عجيبة: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. أي تسليم واستجابة تمثلتا في عمل إبراهيم عليه السلام وعمل ابنه فلذة كبده وثمرة فؤاده. ثم هل رأيت إلى تسليم إسماعيل؟ هل تأملت في رباطة جأشه وثبات قلبه عند أمر الحكيم الخبير العزيز الرحيم؟ لم ينس إسماعيل عليه السلام البر بوالده، والسكين تلمع ليمر بها على حلقه عليهما الصلاة والسلام. لم ينس بره بوالده، فقال في هذا الظرف الحرج، نادى والده بألطف عبارة: يا أبتي. يا أبتي هي ألطف من قوله يا أبي. يا أبتي افعل ما تؤمر. روي في بعض الأخبار أن إسماعيل قال لولده إبراهيم عند الذبح: يا أبتي. حين أراد أن إبراهيم أن يذبح إسماعيل، أخذ إسماعيل الابن المستسلم الثابت لأمر الله عز وجل، أخذ يعطي والده بعض النصائح، فماذا قال؟ يا أبتي أشدد علي رباطي حتى لا أضطرب، واكفف ثيابك عني حتى لا ينتضح عليها من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون علي، وضع وجهي على الأرض لئلا تنظر إلي فترحمني، ولئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع. يا لها من استجابة حين تكون تضحية الإنسان بنفسه التي بين جنبيه وبفلذة كبده وثمرة فؤاده. وثبت مرة أخرى مع نمرود الطاغية حين جادله وحاوره، كما تعلمون ثباته ورباطة جأشه في محاورته المعروفة في سورة البقرة. قمة أخرى يوسف عليه السلام ثبت مرات ومرات، هذه منها: واحد، ثبت في السجن حين استمر على دعوته دعوة التوحيد، فما نسي وهو سجين وهو حبيس ما نسي أن يدعو إخوانه المساجين: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثبت مرة أخرى عند الشهوة حين أغرته امرأة في ظروف حرجة بالغة الحرج، لا يملك شاب مثله إلا أن يواقع الحرام إلا أن يعصمه الله عز وجل. امرأة ذات منصب تسطو به على من يخالفها، بل وتغريه أيضا بمكاسب هذا المنصب. هي امرأة ذات جمال تضج فتنة وإغراء في حال تستعر فيه الشهوة ويتأجج الغرام. ثم إنه كان شابا مكتمل الفتوة ناضج التكوين سوي الخلقة عليه الصلاة والسلام. ثم رابعا من أسباب حرج الفتنة أنه لم يكن هناك في مصر حين كان في بيت العزيز
لم يكن هناك أقارب أو أصدقاء أو معارف أو جيران أو قبيلة أو عشيرة فيستحي منهم إذا فعل فاحشة، فإن كثيرا من الناس يمنعه من مواقعة القبائح حياؤه ممن يعرفه، فإذا تغرب وظن أنه عند غير رقيب فعل ما يشتهيه وغشي ما يحلو له. ومع هذه الضغوط الشديدة ثبت عليه السلام بتثبيت الله عز وجل، فقال حين دعته: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وقال الله عن حاله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وكانت عاقبة الثبات في قول الله تعالى على لسان يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا ثبات سيد الأنبياء وخاتم الرسل. ولو أردنا أن نقف عند ثباته صلى الله عليه وسلم لرأينا أن سيرته كلها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ثباتاً في ثبات. ثبت عند بدء الدعوة، فهو قد جاء إلى قوم من العرب من مشركي قريش قد عشقوا الجاه والسلطة والمكانة، ثم جاء ليقول لهم في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تقرأ الكتب الأخرى وتعرف ما فيها، جاء ليقول لهم بأنه يأتيني الوحي من السماء، وكفى بذلك ثباتاً أن يواجه قوماً بمثل هذه الدعوة الصريحة مثل هؤلاء الأقوام. ثباته عند الأذى النفسي والجسدي، خنقه عقبة بن أبي معيط من أجل الدعوة حتى كاد أن يلفظ أنفاسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وضعوا سل الجزور على ظهره ورقبته وهو يصلي صلى الله عليه وسلم عند بيته المحرم، اتهم بالسحر والجنون، حوصر مع قومه بني هاشم ردحاً من الزمن، حوصروا لا تأتيهم الأموال ولا المأكل والمشرب إلا سراً، حوصر هو وقومه، فثبت هو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حورب حروباً طاحنة كادت أن تستأصل شأفة المسلمين، فكان قوي الجنان ثابت النفس صلى الله عليه وسلم، تعرض للغدر والخذلان والشبهات وإرجاف المنافقين، فبقي أمام الأذى الجسدي والنفسي ثابتاً ثبات الجبال الرواسي أو أشد. ثبت عند التهديد بالقتل كما أخبر الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. ثبت صلى الله عليه وسلم عند التهجير، هجر من بلده، وأعظم ما يلقاه الإنسان أن ينتزع من منظومة الاجتماعية فيها الأقارب والأصدقاء والمعارف والرزق والتجارة، ثم يؤخذ ليوضع في مكان آخر يجدد فيه حياته من جديد، ومع ذلك ثبت لأمر الله وثبت معه أصحابه على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. رواه الترمذي. وقال: ومعنى هذا الحديث حين خرج هاربا من مكة ومعه بلال: إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. ثبت صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، وكان منها ثباته عند تكالب الأعداء وإرجاف المنافقين. أين كان ذلك؟ في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب التي اجتمع فيها البرد الشديد والريح الشديدة والمنافقون المرجفون واليهود الذين يخشى منهم نقض العهود والمواثيق، عورات المسلمين التي يوشك أن تكتسح وتجتاح، أموال المسلمين التي يوشك أيضا أن تكتسح وتجتاح، قلة عدد المسلمين، كثرة عدد الكافرين. قال الله عز وجل مصورا هذه الحال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حالة من الشدة العظيمة ثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى رد الله عز وجل 10,000 مقاتل على أعقابهم خاسئين في مقابل قلة قليلة عدهم بعض المؤرخين 300 مقاتل، وعدهم آخرون بأنهم كانوا 900 مقاتل. رب النبي صلى الله عليه وسلم على الثبات قمما أخرى. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثبت لأمر الله فأراد الهجرة إلى الحبشة ليفر بدينه، صبر على أذى قريش، موقفه من الإسراء والمعراج، فقد جاء إليه حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، رجع صلى الله عليه وسلم فأخبر ما شاهد وما واقع، وهذا ثبات أن تقول أسري به في ليلة وعرج به في أخرى، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بذلك، هذا بحد ذاته ثبات. جاء ثبات آخر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أتى المشركون فرحين وقالوا: أرأيت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قال: بأنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة. فماذا قال حين كان اختبار الثبات؟ قال: إن كان حدثكم فقد صدق. وهو هنا أراد ألا
يأخذه المشركون على غرة، فأمن نفسه وحذر من أن يعبث به المشركون ويستخفوه، فقال إن كان، هذا واحد، إن كان حدثكم فقد صدق. ثبت في الهجرة حين هاجر وقريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعدت 100 من الإبل، مثل ما تقول الآن عمارة على أحسن الشوارع، 100 من الإبل، من يملكها في ذلك الوقت؟ 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. خرج معه ليتعرض معه للبلاء ثباتا بتثبيت الله عز وجل له. ثم موقف آخر لأبي بكر رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين هاج الناس وماجوا وظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وعظم عليهم هذا الأمر حتى ما قدروا على حمله، حتى قال عمر وهو من الثابتين وهو كذلك، حين سمع مقالة أبي بكر قال حتى ما تقلني رجلاي، لم أعد أستطيع أن أتحمل حين تيقنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. جاء ليقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وثبت مرة أخرى في حرب المرتدين ومانع الزكاة، حين تردد بعض الصحابة في قتال مانع الزكاة، هم يريدون أن يقاتل المرتدين وهناك مرتدون وهناك من منع الزكاة ولم يرتد، فثبت لذلك وحاجهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى رجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله. هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وهو مثل من أمثلة الثبات. كان شابا مترفا مدللا في مكة، فلقي الابتلاء بترك النعيم والابتلاء بالهجرة من بلده وضغوط والدته وصبره على عنة أهل المدينة حين دعاهم لكونه هو الداعية الأول والسفير الأول الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، فثبت لأمر الله عز وجل حتى أسلم على يده من أهل المدينة كبراؤها وقادة قبائلها، ثم دخلوا في دين الله أفواجا. وهذا مثال آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك رضي الله عنه. وما أدراك ما كعب بن مالك؟ هذا الرجل الذي تخلف عن غزوة تبوك، تخلف ولكنه لم يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن تخلفه كما اعتذر المنافقون، فلم يكذب ولم ينفق الكلام ولم يزين القول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت بالصدق مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان. ثبت مرة أخرى حين أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر الناس بمقاطعته، وكان سجنا وأي سجن، وكما وصفه بعض الأدباء المسلمين بأنه الزنزانة المتجولة. إذا كان الإنسان يحبس في غرفة فهو ليس بحبيس إذا لم يكن حبيس القلب والفؤاد، ولكنها زنزانة متجولة كما وصفت، فصلت على قدر أعضائه، وثبت لأمر الله عز وجل. هل وقف الأمر عند ذلك الحد؟ بعث إليه بعض نصارى العرب من ملوكها من شمال الجزيرة، بعث إليه نكاية بالنبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فلما أنفضه وجده يقول بلغنا أن صاحبك قد قلاك، يعني هجرك، فالحق بنا نواسك. قال فرأيت أن هذه من البلاء ثم سجرتها في التنور، وثبت لأمر الله عز وجل. والأمثلة كثيرة، والأئمة الأربعة قد كان لهم في هذا قدم صدق ومقام حق في الثبات على دين الله عز وجل، أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم، وكان الإمام أحمد رحمه الله من سلسلتهم، ثبت لفتنة العظيمة وهي فتنة خلق القرآن، حتى قال بعض العلماء بأنه هو الصديق الثاني. حين ثبت الصديق مع المرتدين، ثبت أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه مع المعتزلة والمارقين. خذ هذه المشاهد السريعة من ثباته. قال من رأى الإمام أحمد رحمه الله عند المناظرة يقول بأنه تفقده في الأيام الثلاثة التي نوظر فيها، يعني صار في مجادلة بينه وبين وزراء الخليفة من المبتدعة. قال فما لحن في كلمة، وما ظننت أن أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه، بل إنه حين أدخل على السلطان لمناظرة المبتدعة في مسألة خلق القرآن أراد السلطان إرهابه، فقتل بين يديه رجلين والإمام ينظر، فالتفت الإمام أحمد بعد قتل الرجلين إلى عالم من أصحاب الإمام الشافعي. الإمام أحمد في هذا الظرف أخذ يحدث بعض علماء الشافعية، وجه الكلام إليه وقال له، يقول الإمام أحمد للشافعي أو للعالم الشافعي، قال له أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح على الخفين؟ في هذا الموقف الحرج كان يبحث في الفقه، فقال ابن أبي دؤاد هذا الوزير الذي كان يناظره في هذه المسائل، قال انظروا إلى رجل يقدم لتضرب عنقه يناظر في الفقه رحمة الله تعالى عليه. والأمثلة تترى، هذا شاب في بيته ثبت على استقامته واختار دينه على شهوات هذه البيئة، فأخذ يكافحها بقلبه وبما أوتي حتى ثبته الله وهداه وهدى به. ورجل أسلم حديثا فلقي العنة من مقاطعة قومه له، فأخذ بالأسباب الثبات حتى ثبته الله. مثال آخر، شاب اضطر للدراسة في ديار الكفار، فأول ما نزل في هذه الديار سأل عن المركز الإسلامي لينفع وينتفع، وهو الذي لقي من البلاء بعض ما لقي يوسف عليه السلام، لقد ثبت هناك حين تهاوى السالكون فلله أبوه من الرجل. وشاب آخر لعله لم يجد مركزا إسلاميا فأنشأه مع قلة العدد والمعين وتلاطم الفتن والشبهات وكثرة الشواغل والملهيات، فلله دره كم هدى الله عز وجل على يديه.